السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وصلكم هذا الفيديو وانتم باحوال جيده ان شاء الله. اليوم البنات غادي نوجدوا ان شاء الله، نطيبوا ونوريكم الطريقه ديالي في الطياب ديال الفاصوليا الحمراء او اللوبيا الحمراء. غنوريكم واحد الطريقه بسيطه وسهله، وكتجي البنات فريمون كتجي بنينه، وكتجي مذاقها يعني مختلف تماما على المذاق ديال اللوبيا البيضاء او الفاصوليا البيضاء. يعني هي كتجي صراحه بنينه على اللوبيا البيضاء، طريقه بسيطه وسهله وكتجي زوينه. نوريكم ان شاء الله الطريقه ونمروا المكونات. اول حاجه هادو البنات هما المقادير ديال باش غادي نصايبوا اللوبيا الحمراء او الفاصوليا الحمراء. عندنا اول حاجه عندنا بصيله مشلضه، وعندنا مطيشه عاديه حكيناها تقريبا مطيشه متوسطه، وعندنا جوج المعالق كبار ديال مطيشه ديال الحك او الطماطم المصبره. عندنا تقريبا 250 غرام ديال الكفته او 300، المهم انا ما شاداش العبار ديالها بالضبط، ولكن انا على كنظن انها تقدر تكون غير 250 غرام ولا 300 غرام. وعندنا الفاصوليا الحمراء، وعندنا بالنسبه للعطريه غادي نحتاجوا السكنجبير والخرقوم والبزار، وهذا قزبور حبوب انا شديته وطحنته، وغادي نحتاجوا القزبور والمعدنوس، وغادي نحتاجوا تقريبا درت 4 ديال الفصوص التو حكيتهم، وغنحتاجوا الزيت الزيتون، ونحتاجوا الثومه بودر، وغادي نحتاجوا الملح بطبيعه الحال. هادو هما المكونات البنات، يعني مكونات بسيطه، وغادي نبداو ان شاء الله في الطريقه. اول حاجه البنات غادي ندير البصيله باش تحمر لنا شويه العزيز، غادي ندخلها شويه ديال زيت الزيتون، غنخليوها حتى تحمر لنا مزيان. البنات بما كتحمرات لنا البصيلة ديالنا كنضيفو ليها الكفتة، كنضيفو الكفتة وغادي نبداو ندخلها على طريقة كاملة. يعني هنايا انا عندي خرقوم، وعندي سكنجبير، وعندي البزار، وعندي قزبر يابس، غادي نضيفهم. غادي نضيف البنات الثومة، غنضيف كيما قلتلكم ديك 4 د الفصوص الثومة، ولكن نتوما اللي ما كيقدش عليها بزاف يدير غير جوج. انا كتعزيز عليا في الطياب كانت اكثر من صراحة 4 راهي بالنسبة لواحد اللي ما يبغيهاش غير شوية، دير غير جوجات. وغادي نضيف القزبر والمعدنوس اللي كنا قطعنا، ودابا خصنا الملحه، غادي نديرو الملحه، البنات بالنسبة لهاد الفاصوليا الحمراء راه سبحان الله هي كتجي ماشي بحال البيضة، كتجي هي في المذاق بنينة على البيضة. نضيفو دابا الثوم، الثوم بودر نضيفها كمية قليلة شوية، صافي غادي نقلبو هاديك الكفتة
باش يدخل هذيك العطريه بدا الكون. انا ما كيكونش عجبات بلي انا هذا بالنسبه للوبيا الحمراء انا راه ديجا سلقتها يعني مسلوقه يعني بطريقه باش كنسلقوا الفاصوليا البيضاء هي باش كنطلقوا باش كنطلقوا هاد الفاصوليا الحمراء نفس الطريقه يعني كندير على شويه ديال الماء وكنخليوها تسلق وملي كيدير لها الماء والملحه ويسلقها فيها. المهم انا باش نقول لكم راه ديجا هي طايبه يعني غادي نطيب هذه المكونات كاملين حتى يطيبوا عاد غادي نضيفها وما غاديش ندير البنات دابا مطيشه لان مطيشه حتى طيب ليا الكفته حيت مطيشه الا ضفتوها للحاجه بحال ما كتخليهاش طيب مزيان ما كتخليهاش يدخلها الطياب ما عرفتش كيف نشرحها ولكن المهم الطماطم فاش نخليها هي الاخرى باش ما تعيقش ليا طياب ديال الكفته باش الكفته طيب ليا دغيا ومن بعد غادي نضيف الطماطم وغادي نضيف حتى الطماطم المصبره بجوجهم. البنات بعد ما كنحسوا بالكفته ديالنا راه طابت كنمشيو كنضيفوا اللوبيا الحمراء مطيشة عادية كنضيف معاها حتى معلقة ديال الطماطم المصبرة حتى هي وكنخلطو كلشي كنخلطو كلشي مع بعضو هكا وغادي نسدو عليها نخليها يطيب وغادي نسدو عليه بواحد الغطا ونخليه يطيب. وهذه هي النتيجه البنات النهائيه ديالها هكا كتجي مع الكفته بنينه وكتجي صراحه بنينه على الفاصوليا البيضاء او اللوبيا البيضاء كتجي حسن منها في المذاق. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وهذا هو الفيديو ديال اليوم البنات نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم ويكون خفيف على قلوبكم وشكرا للبنات كلهم اللي مشاركات معايا في القناه كنشكرهم بزاف بزاف والبنات اللي اول مره كيشاهدوا لارشين كنتمنى يشاركوا معايا ويفعلوا الجرس ويوصلهم باش يوصلهم الجديد وما تنساونيش البنات من اللايكات ومن التعليقات ديالكم كنشكركم بزاف البنات.